ابتداء من اليوم الأحد، النيابة العامة تتولى مهام التحقيق في الجرائم المرورية وحوادث السير والمخالفات. عقب انتهاء عملية تطوير أقسام مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، الأثاث والأسرة والستائر والشاشات التلفزيونية مفقودة. جريمة بشعة في جازان، شاب وافد يقتل أمه طعنا والأمن يطيح به. شاب يضرب أروع الأمثلة في البر بوالده ويتبرع له بإحدى كليتيه بالدمام. فرق التفتيش بوزارة التجارة تضبط آلاف المواد الغذائية منتهية الصلاحية وعشرات الإطارات المستعملة بجدة. الأسبوع المقبل جمرة الجير تضرب المملكة والحرارة تشتد لمدة 40 يوما. علب الحلوى عندما تتحول لمخزن الكبتاجون. جمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة يحبط تهريب 140 ألف حبة كبتاجون. المعامل تثبت وجود بقايا مبيدات في عينات الفراولة المصرية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة تحظر استيرادها. وفاة شخص وإصابة آخر إثر حادث سقوط بوكلين في حفرة بالرياض.